لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرحب بكم أيها الإخوة الكرام في حلقة هذه الليلة، وهي امتداد للحلقة الماضية التي تحدثنا فيها عن عمار بيت المولى عز وجل، عن عمار بيت الله المساجد. وكنا قد استضفنا في الحلقة الماضية فضيلة الدكتور ناصر الزهراني، ونستضيف في هذه الحلقة كذلك ضيفا من ضيوف الدولة عندنا هنا من الذين ساهموا بفاعلية في تنشيط حملة صاحبة السمو الشيخ فاطمة بنت مبارك قرينة رئيس الدولة حفظهم الله لرعاية بيوت الله ورعاية المساجد. وها هنا نحن نستضيف ضيفا آخر، وهو فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي، باحث ومؤلف في الكتب الإسلامية، وللشيخ مؤلفات كثيرة تربو على 100 مؤلف، ولعل من أشهرها كتاب علم أصول البدع، وكذلك كتاب التصفية والتربية وأثرهما في استئناف الحياة الإسلامية. كذلك له كتب حققها كثيرة مثل كتاب الداء والدواء لابن القيم، وكتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث. نرحب بك فضيلة الشيخ، ويكون لنا شرف وجودك معنا في حلقة هذه الليلة. الله يحفظكم بارك فيكم. نعم الله يجزيك خير فضيلة الشيخ، يعني أمتعت أهل الإمارات بالمحاضرات التي ألقيتها من أبو ظبي إلى الإمارات الشمالية إلى الفجيرة، وتحدثت فيها كثيرا عن أهمية عمارة بيوت المولى عز وجل. كنت أتصفح إحدى الصحف في هذا الأسبوع وفوجئت بأحد الكتاب المشهورين عندنا يذكر، يقول فهم الناس أو الكثير من الناس فهموا أن عمارة بيوت الله هي مسألة صيانة البيوت، وهي مسألة وضع الكلينكس والمحارم في المساجد، وهي قضية تنظيف الحمامات وما شابه. وقال هذه أعمال صيانة، قال بهذا النص هذه أعمال صيانة وليست أعمال عمارة بيوت المولى عز وجل. فأحببت أن أبتدئ في طرح هذا الفهم لقضية عمارة بيوت المولى عز وجل، هل هذا الفهم صحيح أن الإنسان إذا قام بهذه الأعمال هي مجرد أعمال صيانة؟ ثم لو قلنا أنها أعمال صيانة أليست تندرج تحت أعمال عمارة بيوت المولى عز وجل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحقيقة مما كنت قد ركزت عليه في محاضراتي ولقاءاتي في هذه الرحلة المباركة في هذه الدولة الطيبة التركيز والتوكيد على معنى العمارة، وأنه معنى شامل ومعنى عام وليس معنى مبتورا ولا منقوصا. فقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات تشمل هذه العمارة 3 أصناف من العمارة. الصنف الأول عمارة التشييد والبناء، والصنف الثاني عمارة الشهود والحضور لصلاة الجماعة في المسجد، والصنف الثالث عمارة الرعاية والعناية والتجديد والتوكيد، ويشمل ذلك ما ذكر على وجه الاختصار لكنه في الحقيقة جزء مهم ولا يتجزأ من معاني هذه العمارة. فأن يكون فهم العمارة موصولا فقط بجزء دون بقية الأجزاء هذا خطأ، وأن يقلل من قيمة العناية والرعاية بالمساجد وبرعايتها وتنظيفها فهذا خطأ آخر أيضا. فقد ثبت في السنة من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبني المساجد في ديارنا وأن ننظفها، وفي رواية وأن تنظف وتطيب. فالنظافة والطيب أمران مهمان في المسجد والعناية به وأهميته. فهذا الزعم أن العمارة مفهومها مختصر، ثم التقليل من أهمية هذا المختصر أو هذا التفسير المختصر مع وجوده جزءا لا يتجزأ من شمول معنى العمارة، هذا في الحقيقة شيء ينتقد ولا ينبغي أن يقال. نعم الله يجزيك خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ كذلك من الأمور التي تطرح
في قضايا عمارة المساجد ما يسمى بالمساجد الأهلية، وهي أن يقوم أحد الناس برعاية هذا المسجد والإشراف عليه والكثير من الأمور. هناك نقاط الحقيقة تندرج تحت هذا الموضوع. الحقيقة أن بعض ملاك هذه المساجد يحرصون شد الحرص والحمد لله على قضية الأجر والثواب، إلا أن هناك نقاط كذلك قد تكون خارج إطار مسؤولياتهم. من هذه النقاط على سبيل المثال رفضهم، قضية الرفض، ما مدى جواز رفض صيانة المسجد من أشخاص آخرين؟ المسجد يحتاج إلى صيانة، ولكن مالك المسجد، وهذه الحقيقة موجود، مالك المسجد يرفض، يقول الصيانة اتركوها علي، ويتمر السنة والسنتين والثلاث سنوات ولا يقوم بصيانة المسجد. يطرح له مرة أخرى هذا الموضوع، يقول لا أنا سأقوم بالصيانة، ويهمل هذه الصيانة ويرفض أي تدخل في المسجد في أمور، في قضية اختيار الإمام، وقد يكون الإمام الذي لديه تأثر عاطفيا بشيء من دموعه فعينه أو وضعه إماما للمسجد. هذه نقطة، قضية رفض الصيانة، قضية رفض الهدم والبناء مع توافر شخص آخر متكفل بقضية البناء. إذا القضية الأولى قضية اختيار الإمام والحرص على إمام معين، ثم القضية الثانية قضية الصيانة، ثم قضية الهدم وإعادة البناء. يرفض، هو يعتقد في هذه الحال إذا حدثت إحدى هذه الأمور سيؤدي ذلك إلى نقصان في الأجر، أو قد يؤدي إلى ضعف من التحكم في هذا الإمام حقيقة. يعني هذه نقطة مما تكثر الحاجة إليها ونراها في مساجدنا كنوع من المشكلة فعلا مع وجود هذه المساجد الأهلية. وأنا أرى أن هنالك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع، ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. قوله ولو كمفحص قطاع يراد به موضع بحث الطير عن الأشياء التي يطعمها ولده ويبني بها عشه، وهذا إشارة إلى صغر هذا الأمر. فالله تبارك وتعالى عندما يقول: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذه إشارة إلى أن كل عامل يجازى بحسب عمله وله الأجر بقدر فعله، وأن التعاون أمر مطلوب. النبي الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا التعاون ولو كمفحص قطاء في بناء المسجد، في إعداده، في صيانته، في تنظيفه، هذا كله له أجر بحسبه، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فهذا يعني أرجو المعذرة من هذا التعبير، هذا التحكم بهذه الصورة في بيت الله تبارك وتعالى الذي هو في النهاية وقف عام للمسلمين، ليس لأسرة فلان ولا لبيت فلان ولا منسوب إلى فلان، وإنما هو بيت الله تبارك وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فقضية المسجد نشكر ونسأل الله أن يكتب الأجر للقائمين برعاية المساجد، لكن عليهم أن ينظروا النظرة الشاملة، النظرة الواعية التي يقدمون فيها نصيبا من المساهمة لمن هو أهل لهذه المساهمة. ولا ينبغي للإنسان أن يكون يعني مكتفيا بالأجر أن يناله بنفسه، وكيف يكون ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما موضوع اختيار الإمام، فموضوع اختيار الإمام الحقيقة لا يقل عن النقطة الأولى بل هو أهم منها، لأن أهم رابط في المسجد هو رابط الإمام. فالإمام الجيد المتقن المتفقه في الدين المتفقه في شريعته والمعلم للناس السنة والمحسن لتلاوة القرآن، هذا هو الإمام الذي يتمسك به ويدعى إليه. فإذا وجد إمام عليه ملاحظات أو سمع صاحب المسجد والراعي له أن هنالك بعض الملاحظات، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فليستشر هذا الراعي للمسجد أهل العلم، ليستشر بعض المسؤولين من أهل الفضل والفقه في الدين عن هذه الملاحظات، فإذا كانت صحيحة فقد تعالج، فإذا لم نستطع معالجتها من الممكن تغيير هذا الإمام. وهكذا ينبغي التواصل الحقيقة
في هذا الموضوع وضبطه بالصورة المثلى حتى يؤدي المسجد رسالته ولا تكون القضية قضايا شخصية قضايا ذاتية، فهذه لها سلبياتها الكثيرة والكثيرة جدا. نعم. والنقطة الثالثة مسألة هدم البناء. قضية الهدم والبناء، قضية الهدم والبناء الحقيقة فيها نوع من الدقة. نعم. فإذا كان هذا الهدم لمصلحة راجحة فينبغي أن يقنع هذا الإنسان بهذا الهدم، أما إذا كان الهدم لغير مصلحة راجحة وكان من الممكن استمرار هذا المسجد وعدم هدمه فالأصل أن لا يهدم لأنه موقوف. نعم. وأهل العلم يقولون شرط الواقف كنص الشارع، هذه من قواعد العلم، شرط الواقف كنص الشارع، طالما أنه اشترط بناء المسجد ووقفه لله تبارك وتعالى فيبقى على ما هو عليه ولا يخرج عن شرطه إلا لمصلحة أرجح وأشد من تفويت هذه المصلحة. نعم. أو هذا الشرط. نعم الله يجزيك خير. والله الشيخ أنت ذكرت قضية الإمامة، نتساءل ما هي مقومات الإمامة، وسنطرح لاحقا مقومات الخطابة كخطيب للمسجد لأنها يعني مساهم رئيسي في قضية عمارة المساجد. نعم. مقومات الإمامة لكي يكون الإنسان صالحا للإمامة، ما هو الحد الأدنى المطلوب منه؟ موضوع الإمامة في الحقيقة هو تكليف أكثر منه أن يكون تشريفا. نعم. وهذه نقطة أساسية يجب أن تكون في البال، ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن، ضامن والمؤذن مؤتمن، فالإمام ضامن، هذه مسؤولية عظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذه المسؤولية وهذا الضمان يجعل قضية الإمامة قضية رسالة وقضية أمانة أكثر من أن تكون قضية منصب ومسؤولية. فهذا الإمام ينبغي عليه أن توجد فيه صفات، أول هذه الصفات أن يكون متفقها في دينه، لأن الناس عندما تأتي لتأتم بك إنما تضع نفسها في عنقك وبالتالي تريد أن تؤدي وجه الله أو عبادة الله على وجهها الحق. نعم يا شيخ، تقول متفقه، يعني هل نطالب أن يكون مثل الشيخ علي بن حسن الحلبي مثلا في مستوى، هل نطالب أن يكون مثل العلماء، إلى أي درجة؟ نعم. يعني عبارة هي عموما عبارة، حتى نحن يجب أن نكون متفقهين من نصلي خلف الإمام. نعم. هذا الأصل. ما هو الحد الأدنى من الحد الفقه؟ الأدنى للإمام الذي ينبغي أن يؤم المسلمين أن يفقه أحكام الصلاة. نعم. أن يفقه أحكام الصلاة. نعم. أركانها وشروطها وواجباتها وهيئاتها، أن يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا استطاع الإمام ضبط هذه القضية فهذا الحد الأدنى، وإن كانت وظيفة الإمام ليست فقط الإمامة، وهذا خطأ شائع في أذهان الناس، كثير من الناس يظنون أن وظيفة الإمام هي إمامة الناس في الصلاة. الحقيقة الإمام يجب أن يكون بينه وبين الناس تواصل في حل مشاكلهم، في معالجة شؤونهم، في الأنس لهم، في أن يسمع منهم وأن يسمعوا له. هذا أشمل من وظيفة الإمام أن يكون الإمام فقط مصليا فيهم جماعة. نعم. وكذلك أيضا من وظيفة الإمام أن يعلم الناس الدين. نعم. ولا مانع إذا لم يكن هو ذا علم في الدين أن يتعلم هو الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم، ومن يتوقى الشر يوقى ومن يتحرى الخير يؤتى. نعم. الله يجزيك خير. نحن سنعود إلى مواصفات الإمام كذلك، نستقبل هذه المكالمة. الأخ محمد من الإمارات تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الله يطول عمرك أخو، تفضل. نرحب بالشيخ علي في الإمارات. حياك. سؤالي للشيخ، ما حكم أخذ الإمام الأجرة على إمامته؟ نعم. هذه مسألة في الحقيقة علمية قديمة، ويكاد يكون اتفاقا بين أهل العلم أن أخذ الأجرة على الإمامة وعلى الأعمال الشرعية بحد ذاتها محرم وممنوع، لأن الأصل فيها أن تكون حسبة، وقد صح في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ولكن لما كثرت الحاجات واشتدت مصالح الناس وكان لابد من التفرغ والتفريغ اتفق أهل العلم اتفاقا آخر، وهو أن يعطى هذا الإمام أو هذا المؤذن جعالة، جزءا من المال يعطى مقابل حبس الوقت، فالإمام الذي يحبس وقته للناس بحيث قد يعطل بعض أشغاله وبعض مواعيده وبعض ظروفه من أجل أن يؤدي الصلاة في وقتها
فهو يأخذ المال وهذه الجعالة المالية مقابل حبسه لوقته، ليس مقابل أدائه للصلاة. هذا المخرج العلمي الدقيق الذي استنبطه أهل العلم من روح الشريعة ومن عموم قواعد الضرورة والمصلحة في تجويز إعطاء الإمام والمؤذن مالا مقابل حبسهم للأوقات في مثل هذا الأمر. نعم، نحن الشيخ نأخذ المكالمات جميعا ثم نطرحها واحدة واحدة عليك. نأخذ المكالمة. أنا عندي ملاحظة كذلك على كلام الأخ محمد. الأخ أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حال الشيخ علي. حياكم الله. أقول الشيخ جزاك الله خير على المحاضرات الطيبة، بس عندي سؤال. قبل الأيام وزارة الأوقاف وزعت منشورات تقول أن على أئمة المساجد يمنع عليهم أن يدرسون وأن تقام محاضرات، أو أن يأتي أحد مثلا ليلقي محاضرات فيمنعون ذلك إلا إذا كان في تصريح من وزارة الأوقاف. فما ردكم على هذا الكلام؟ مع أن الإمام لابد أن يتواصل مع الناس. الله يجزيك خير. كيف يكون التواصل؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك. ولكن أخي أبو عبد الله، يعني لا يخفى عليك أنت لعلك يعني نقصت نقطة مهمة جدا، أن إمام المسجد كذلك مطالب بالحصول على ترخيص. قضية مثل ما ذكر الشيخ، يعني الإمامة شيء والقدرة على إلقاء الدروس والمتابعة شيء آخر، وأئمة عصر مضى يختلفون عن أئمة العصر الحاضر. ولكن إن شاء الله سنعود إلى سؤالك، وهو سؤال قيم الحقيقة حتى يعني يجلي الكثير من الأمور. بارك الله فيك. قضية الشيخ، أعود إلى سؤال الأخ محمد، قضية حكم أخذ الأجر يعني الإمامة. يعني ذكرت فضيلتكم بارك الله فيك أن الأصل أنه لا يجوز، ثم ظهرت المصلحة التي تقتضي أن يأخذ على تفرغه هذا المال. لكن هل هذا مبرر يا فضيلة الشيخ أن يكون إمام المسجد دائما والمؤذن والخطيب هم دائما بالكاد من يعني يستطيعون أن يغطون حاجاتهم؟ هذا إذا علمنا أن حقيقة من خلال معرفتي الشخصية أن بعضهم قد يكون عليه ديون غير عن باقي الناس، حقيقة يضطر أحيانا إلى يعني مثل هذه الظروف. وهذا موجود للأسف في كل بلاد المسلمين، أن صاحب الوظيفة الشرعية غالبا ما يعني ينتقص حقه في مسألة الأجر. طبعا هنا عندنا قضيتان. القضية الأولى إذا اتفقنا عليها وقد بينتها أظن بما فيه الكفاية، وهي جواز الجعالة مقابل حبس الوقت. الآن القضية الأخرى قضية إجرائية، وهي هل هذا المال يكفي أم لا يكفي. هذه القضية إجرائية، لا شك أن حاجات الناس ومصالحهم وشؤونهم تجعل القضية فعلا لا تكفي في بعض الأحيان، لكن هذه تختلف من بلد إلى بلد. فهذه القضية ممكن أن تناقش من قبلكم، من قبل من تظنون به الخير من المسؤولين في مراعاة هذا الأمر، لكن لا أظنها تؤثر على النقطة الأولى في موضوع جواز هذه الجعالة جزاء أو جراء تفريغ الوقت وحبسه. نعم. الأخ أبو عبد الله نعم، هذا تعميم طبعا أخرجته وزارة الأوقاف. نعم. وليست وزارة الأوقاف عندنا في الإمارات بدعا باقي. نعم. وزارات. صحيح. الأوقاف. أنا عندي جواب الحقيقة. نعم، وضح لك السؤال. وضح السؤال. ذكر. نعم. سؤال الأخ أبي عبد الله وضح. وأنا اليوم الحقيقة كنت جالسا مع فضيلة الشيخ الدكتور حمدان المزروعي الوكيل المساعد لوزير الأوقاف والعدل، فسمعته بأذني وهو يقول ويخاطب الناس، كان جالسا المئات، يقول من يجد في نفسه القدرة والكفاءة فليتقدم إلى الأوقاف، هناك لجنة علمية تضع الاختيارات وقواعد القبول، ونحن نرحب بكل تواصل بيننا وبين طلبة العلم والقادرين والمؤهلين. فإذا لو فتح المجال لأي إنسان قد يدعي العلم من ليس بأهل له، فكيف نصدره في المساجد وهو قد يكون صاحب جهل، قد يكون صاحب علم لكن علم منحرف. نعم. قد يكون صاحب غلو وتطرف في الدين ما أنزل الله به من سلطان. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والغلو في الدين. نعم. فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم. نعم. فالقضية لابد لها من ضوابط ولابد لها من معايير، فالمعايير موجودة ولله الحمد بوجود نخبة طيبة من أهل العلم وطلبة العلم في الوزارة، يستطيعون من خلال التواصل وضبط الأمور أن يتقدم من يرى في نفسه الأهلية، وإن كان فعلا على هذا القدر من الأهلية أن يكون مؤديا لهذه المهمة وأن يأخذ التصريح المناسب في ذلك. نعم، والحقيقة يعني نحن مرت بنا نماذج أناس يقرؤون القرآن وكأنهم يتصفحون جريدة أو صحيفة،
فهذا لو ترك له الباب لي لقرأ الحديث قراءة معوجة وجاء بتفاسير عجيبة من عنده حقيقة. فضيلة الشيخ، نحن ذكرنا ذكرت جزاك الله خير أن يكون الإمام متفقها في دينه، يعني مسألة تلاوة القرآن بلحن جلي أو لحن خفي، هل يتنازل بحجة عدم وجود أئمة عن مثل هذه الضوابط؟ لأن قد أحيانا فعلا تصلي خلف إمام تجد أن قراءته فيها شيء من اللحن الخفي. هل تعتقد فضيلة الشيخ أن الأصل أن يستبدل ويأتى بواحد أفضل منه؟ أولا، مما شرط إليه حفظك الله ما ذكره أهل العلم وقسموه من اللحن الخفي واللحن الجلي. اللحن الخفي مما قد يكون في علو في التجويد وأحكامه وما يتعلق به، واللحن الجلي مما قد يؤثر على بنية الكلمة وعلى معناها نتيجة تأخير آخر الحرف أو ضبطها أو ما أشبه ذلك. فبعض أهل العلم يقول اللحن الجلي يبطل الصلاة، فالقضية لا مجال للتهاون فيها. نحن نأتي بالإمام من أجل أن يقوم بمهمة وبرسالة، ثم هذا الإمام يكون سببا في إبطال صلاته وقد يكون سببا في إبطال صلاة المأمومين. فمن وجد مثل هذا على مثل هذا الحال الحقيقة ينبغي أن يؤخذ وأن يعطى دورة علمية مكثفة لإعادة تأهيله وإعادة صياغته على النسق العلمي. فإذا وجدت القابلية العلمية عنده في أن يتحسن وأن يتقدم وأن يستفيد وينتفع بما يؤتى ويؤدى له، فنحن لا نمنع الناس ولا نمنع ذوي الأهليات أهلياتهم، ولكن إذا لم يكن عنده هذا الاستقبال ولم يكن عنده هذا التجاوب، فنحن نقول لعلك تبحث عن عمل آخر خير لك في دينك ودنياك. نعم. الله يجزيك خير فضيلة الشيخ. الأخ أبو ليث، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت للشيخ. تفضل يا أخوي. تفضل. كيف حالكم الشيخ؟ الله يحفظكم. جزاكم الله خير. وأنتم كذلك. شيخ، بالنسبة لعمارة بيت الله، يعني الموضوع يجر بعضه بالنسبة للصلاة. نعم. راح التضارب يعني بعض الأئمة وكذا في الأقوال في طريقة الصلاة، فنرجو أنك ترشدنا يعني لبعض المراجع اللي نتعلم فيها الصلاة وكذا. وأمر آخر يا شيخ، يعني أنا أحيانا أجي بأخي الصغير إلى المسجد، فيعني قد يتصدر مني بعض الأفعال فيأتي بعض الناس ينهرني وهكذا، فنرجو التنبيه يعني على استحباب الأطفال. نعم. جزاكم الله خير. خير، الله يجزيك خير. نعم. الأخ ناصر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال أخوي؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك. عندي سؤال واحد بس. تفضل. الله يسلمك، هل يجوز زخرفة المساجد؟ نعم، زخرفة المساجد، جزاك الله خير. الأخ نبيل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، ممكن أسأل سؤالين؟ تفضل يا أخوي. يا أخي، شو حكم الدعاء خطبة الجمعة؟ الدعاء في خطبة الجمعة، يعني خطبة الجمعة نهاية الخطبة. والله قرقعت لنا راسنا على هذا السؤال. خير إن شاء الله. والسؤال الثاني، نعم، لما رفع اليدين عند الاستغفار بين الخطبتين، بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية من الجمعة، يجوز رفع اليدين يعني؟ خير إن شاء الله. وأهلا وسهلا الشيخ. الله يبارك فيك. الأخ علاء من الإمارات، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخوي. جزاكم الله خير على البرنامج. الله يبارك فيك يا أخوي. أنا عندي سؤال، هل يجوز لغير المسلمين العمل في بناء المساجد؟ أيوة، سؤال قيم جدا. وفي سؤال ثاني، أنه لاحظنا أو سمعت من بعض الناس أنه يجوز توجيه مراحيض الحمامات باتجاه القبلة إذا كان الباب مغلق أو إذا كان دورة مياه مغلقة بشكل عام. نعم. هل الشيء هذا صحيح؟ خير إن شاء الله. شكرا. الله يبارك. الأخ سالم، تفضل. السلام عليكم. الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يطول عمرك يا أخوي. سلامك الله شيخ. عندي سؤال وملاحظة يعني. تفضل يا أخي. السؤال يعني، أيهما أولى، حفر البئر، بئر ماء الشرب في مكان ما، أو بناء المسجد؟ نعم. والملاحظة يا شيخ، يعني لماذا لا يهتدف مجموعة من أبناء البلد يدرسون طلب العلم الشرعي مثلا عند هيئة كبار العلماء؟ نعم. يعني شانهم شان أي تخصص آخر في الهندسة، في الطب، في غيره، يفيدون يعني بلدهم ويفيدون الناس.
والله أخي الكريم هذا اقتراح طيب ويحتاج إلى دراسة الحقيقة، وأنت وحيت لي بفكرة، الله يبارك فيك ما تقصر الله يجزيك خير. شيخ ممكن إذا كان مثلا الوزارة ما تستطيع تحمل أهل الخير يعني، لا تستطيع إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله نحن بندفع من جيوبنا حتى، ما في مشكلة عندنا، بس مسألة يعني ترتيب الأمر الله يجزيك خير. لحظة يعني أخيرة جزاك الله خير، نعم. يعني لماذا لا توضع مثلا دورات لأئمة المساجد؟ موجود يا أخي الكريم هذا الكلام، جزاكم الله خير، موجود، ولعلها يعني كذلك تطور أكثر فأكثر، كل يوم الحقيقة الوزارة أو كل عام تطور قضية الدورات هذه، يأتون ضيوف رئيس الدولة حفظه الله في رمضان نستفيد منهم، كذلك الدورة المقامة في إمارة الشارقة، كذلك يعني معهد تدريب الوعاظ في مدينة العين، ويعني الوزارة سائرة في، أصبحت أتكلم باسم الوزارة، سائرة في مسألة تطوير هذا الأمر، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ حقيقة الأسئلة قيمة جدا. الأخ أبو ليث يقول يعني تضاربت أقوال العلماء، وأنا أتمنى استخدام عدم لفظ تضاربت يعني الحقيقة، لكن هو يسأل عن نصيحة لكتب تعين على الصلاة، ثم نقول هل الكتب بديلة عن حضور مجالس العلم؟ الحقيقة هذا السؤال جيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم وهم أبرار الأمة وأخيارها وفقهاؤها وعلماؤها، نقلوا لنا صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على أكمل وجه وأتم صورة، حتى نقلوا كيفية حركة أصابعه وكيف فرج بين أصابعه أو ضم عقبيه أو ما أشبه ذلك، حتى إن الإمام ابن حبان صاحب كتاب الصحيح الذي هو من الكتب المعتبرة عند أهل العلم يقول في كتابه في باب الصلاة، قال وقد ذكرنا في كتابنا صفة الصلاة، له كتاب خاص اسمه صفة الصلاة، ولقد ذكرنا في كتابنا صفة الصلاة أن 4 ركعات يصليها المسلم فيها 600 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، 600 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقه في الصلاة أمر من الأهمية بمكان، حتى إننا نرى في كتب العلماء في التاريخ الإسلامي كانوا يقولون كنا ننظر إلى الرجل فإذا أحسن صلاته قلنا هو في غيرها أحسن، وإذا أساءها قلنا هو في غيرها أكثر إساءة. فمن أهم الكتب في هذا العصر التي تميزت وعرفت بمنهجيتها الرفيعة وبأسلوبها العميق في ضبط المسائل بأدلتها وحججها كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم لشيخنا العلامة المحدث الإمام محمد ناصر الدين الألباني تغمده الله برحمته، وهو كتاب طبع أكثر من 20 طبعة على مدار أكثر من 40 سنة، والآن أبشر إخواني طلبة العلم في كل مكان أنه يطبع أصل كتاب صفة الصلاة، وهذا الكتاب مضى على تأليفه نحو من 1/4 قرن من الزمان، الآن بعد وفاة الشيخ رحمه الله يطبع هذا الكتاب في نحو 1000 صفحة تذكر فيه المسائل بأدلتها والحجج ببراهينها. كبير يا شيخ 1000 صفحة. نعم، لأن فيه تخريجا وفيه شرحا وفيه تفصيلا وفيه مناقشة. أنا وددتك أن تذكر أن له مختصر. وله مختصر، أحسنت، أحسن الله إليك، له مختصر في نحو من 30 صفحة اسمه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتلخيص قد يكون لعامة الناس، والكتاب الموجود والمشهور قد يكون للمتوسطين منهم، وهذا للمتقدمين من طلبة العلم أو لخاصة أهل العلم. طبعا هنالك كتب السنة المشهورة، باب الصلاة من صحيح الإمام البخاري باب كبير، باب الصلاة من صحيح الإمام مسلم باب كبير، وهكذا في كل كتب السنة، كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني. لكن ميزة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع مسائل الصلاة وأحكامها من سائر هذه الكتب ورتبها ونسقها ونمقها وشرحها وجمع بينها بصورة سهلة يستطيع أن يفهمها طالب العلم ولا تستغلق على المبتدئ في العلم. هذه بالنسبة للكتب. وذكرت أنت حفظك الله أن الكتب، هل تغني الكتب عن مجالس العلم؟ في الحقيقة لا يمكن أن تغني الكتب عن مجالس العلم،
الكتب قد تكون بابا مساعدا لمجالس العلم ولأهل العلم، أما أن تكون مغنية عنهم فلا، لأن في مجلس العلم إفادة غير إفادة الكتاب. في مجلس العلم إفادة التربية وإفادة السلوك وإفادة أخذ السمت الحسن من الشيخ المدرس، من العالم، من الفقيه الذي يعلمك ويربيك. فلا ينبغي أخذ العلم من الكتاب دون التواصل العلمي بين أهل العلم ومن خلال العلماء. نعم. الأخ ناصر يطرح سؤال وهذا أكثر حقيقة طرحة، قضية زخرفة المساجد. نعم. هل هي جائزة أم غير جائزة، أم هي مسألة نسبية؟ الحقيقة أن زخرفة المساجد مشكلة، وهذه المشكلة واقعة. نعم. ولها جانبان، الجانب الأول جانب النهي المباشر الواقع في نصوص الصحابة رضي الله عنهم، وبل في بعض الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، أن يتباهى الناس، إذا حصلت شيء من المباهاة فالمباهاة تكون لخصلتين سلبيتين، الأولى خصلة الفخر والخيلاء، وبالتالي لا يتمحض هذا العمل أن يكون خالصا لله لوجود هذه المباهاة، والأمر الثاني وجود هذه الزخرفة. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. نعم. وقد صح عن أبي ذر الغفاري وبعض أهل العلم يجعله حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي ترجح لي أنه موقوف على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه كان يقول إذا زخرفتم مساجدكم وزينتم مصاحفكم فالدمار عليكم. نعم. قد تكون الكلمة كبيرة ويستعظمها بعض السامعين. نعم. لكن ما هو الهدف من هذه الكلمة ولماذا هذا التخويف؟ لأنه إذا أصبحنا ننشغل بالظواهر دون الحقائق وبالأمور الشكلية دون الأمور الجوهرية التي هي البنية الأساسية إنجاز التعبير للمسجد، حينئذ رسالة المسجد تضيع، يصبح الأمر متعلقا فقط بالزخرفة. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما جدد بناء المسجد النبوي ماذا قال؟ قال أكن الناس المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتنهم. تحمر أو تصفر يعني أن تأتي بالألوان التي تشغل الناس وأذهانهم. هذا التحمير والتصفير نحن في هذا العصر إيش نقول؟ فالأمر لا شك ولا ريب أشد، لكن أنا أعلم يقينا أن كثيرا من المنفقين عندما يزخرفون المساجد هم أصحاب نوايا حسنة. هذه نقطة جوهرية يجب أن نقولها، لا أصحاب نوايا حسنة، لكن إذا كان هنالك إشراف علمي من المسؤولين من أولياء الأمور على هذه المساجد بأن يقتصد جدا في موضوع الزخرفة وأن يهتم في موضوع التقوية والتمتين والتثبيت، وأن تكون هذه الأموال الزائدة في الزخرفة لتعطى مثلا لبناء مساجد في القرى أو لتجديدها، هذا أعظم للأجر. فأنا أقول والله لو أن هؤلاء الناس الذين ينفقون الأموال الطائلة على زخرفة المساجد وعوا وبين لهم وصححت أفكارهم لكانوا سريعي الاستجابة إلى قبول الحق وإلى معرفته، لكن هم يحسبون أنهم يحسنون صنعة ولا يدرون من جهة أخرى أن في عملهم هذا شيئا من الخطأ وشيئا من النقص. طيب فضيلة الشيخ، يعني هناك توجيه طيب في هذا الموضوع الحقيقة، هناك من يقول اهتممنا كثيرا بقضية بيوتنا وزخرفتها وعمارتها، أفلا يكون من باب أولى من باب الصدق مع الله تبارك وتعالى أن نهتم ببيت الله أكثر من اهتمامنا ببيوتنا؟ هذا كلام الحقيقة قياس خطأ. نعم. لأنه لا يقاس الموضع الذي تنام فيه وتأكل وتشرب مع المكان الذي يؤدى فيه العبادة. لماذا؟ لأن المكان الذي تؤدى فيه العبادة يجب أن تكون الروح فيه خالية عن شواغلها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في منزله شيء من الستار فيه بعض الخيوط والزخارف في البيت ليس في المسجد، قال أميطي عني قرامك يا عائشة فإنه ألهاني عن صلاتي، وهذا في المنزل، فكيف في بيت الله؟ ففي بيت الله من باب أولى أن يكون هنالك المنع والبت في النهي عن كل ما فيه زخارف. وكما قلت إذا أردت أن تهتم بالمسجد كاهتمامك في بيتك اهتم في تمتينه وتثبيته وحسن تشييده والإنفاق في جودة البناء وإلى آخر هذه الأمور، لا تجعل الأمر متعلقا فقط بالزخارف والأمور التي هي في الحقيقة نوع من التقليد ك
كما قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. والله يا شيخنا حينما أحضر إلى المساجد هذه التي فيها زخرفة أدخل وأتأثر بها، ولكن وقت الصلاة حقيقة قد تضيع عني الصلاة، بينما المساجد تلك التي لا أرى فيها إلا الجدار الممتد هذا المسطح الذي لا أرى فيه نتوءات لا بروزا ولا حفرا فيه أرتاح حقيقة في الصلاة فيه أكثر. فضيلة الشيخ، هنا الأخ نبيل يسأل عن مسائل نتمنى أن يطرح فيها، هل يعني في هذه المسائل يوجد رأي حقيقة؟ رأيك نريد يا شيخ، وهل هناك رأي آخر أنت تخالف، أما أن هذه الأمور يعني لم تثبت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتاتا، ولا يعني يعتد برأي من قال بها؟ قضية حكم الدعاء في خطبة الجمعة ورفع اليد في هذا الدعاء. هذه مسألة الحقيقة أن الخلاف قد ورد فيها. الخلاف وارد فيها ومعروف في كتب أهل العلم، لكن نحن على قول من قال من أهل العلم وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. عندما يأتينا حديث في صحيح الإمام مسلم أن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه وهو صحابي رأى رجلا يرفع يديه وهو على المنبر، فقال قبح الله هاتين اليدين، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، وأشار بأصبعه السبابة. طيب الأئمة يا شيخ المأمومين الآن نتكلم عفوا عن هذه النقطة لأنها متكاملة. صحيح. وفي صحيح ابن حبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر خطبته أقول هذا وأستغفر الله. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس أنه قال الابتهال أن ترفع يديك جميعا، والاستغفار أن تشير بأصبع واحد. إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما كان يرفع أصبعه لم يكن يرفعه في الدعاء، وإنما كان يرفعه عند الاستغفار. ولم يرد قط في حديث أن هنالك دعاء في الخطبة أو في آخر الخطبة إلا حديث الاستسقاء وهو طارئ، عندما جاء ذلك الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقطع خطبته، فرفع رسول الله عليه الصلاة والسلام يديه فدعا. فنحن نقول إذا وجد مثل هذا الظرف الطارئ كالاستسقاء ونحوه فلا مانع، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام خطب في الناس عشرات الخطب ومئات الخطب، فلم ينقل عنه قط إلا في هذا الحديث وفي الاستسقاء رفع اليدين. وكذلك الحال نفسه في المأمومين، طالما أنه لم يرد عن الإمام الدعاء فبالتالي من باب أولى أنه لم يرد عن المأمومين الدعاء. على أنني هنا أنبه إلى نقطة جوهرية في أصل هذا البحث، وهي أن السنة كما يقول الإمام الشاطبي سنتان، سنة فعلية وسنة تركية، يعني أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وورد عنه فهو سنة، وأن ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام وسكت عنه أنه سنة. فتطبيقنا لفعل النبي سنة، وتركنا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم سنة. ولذلك الإمام ابن كثير قال في تفسيره قال وأما المؤمنون الصالحون فإنهم يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه. فنحن نقول انظر في عباداتك يا أيها المسلم التي تتقرب فيها إلى الله، هل وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل وردت عن الصحابة؟ هل وردت عن التابعين؟ إذا وردت فهم القوم لا يشقى جليسهم، إذا لم ترد فإياك وإياهم، إياك أن تفعل ما لم يفعلوا. لماذا؟ لأنهم أتقى الناس وأعلم الناس وأحرص الناس وأفضل الناس، هل تظن أن خيرا يفوتهم وأنه يدخر لك من بعدهم؟ فعلينا أن نجعل قلوبنا وعواطفنا لا مع ما ألفناه، لا مع اعتدناه، لا مع ما عايشناه وآنست له أو أنست به قلوبنا، ولكن مع ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ووردنا في كتاب الله أو سنة رسوله وكذلك سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الله يجزيك خير فضيلة الشيخ. نحن نستأذنك قليلا أيها الأخوة الكرام، والآن مع